السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفني يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع تعدين جديد لسه بادئ، المستخدمين في الموقع 169، احتياط المشروع 11150، دفع لسه مفيش حاجة دفعت، عدد الاستثمار 120، دي احصائية المشروع. هنخش من هنا نشوف الموقع من جوه، زي ما انتوا شايفين كده الموقع فيه خطط استثمارية. لو انت حابب ان انت تستثمر بتيجي من هنا بتجمع الجمع بيطرح فوق في 3 خطط للاستثمار. مترجم باللغة العربية، هو مترجم باللغة العربية. من هنا في مكافأة بتاخدها، أنا حصلت عليها من 1 سنت ل10 سنت كل ساعة. من هنا لو انت حابب تستثمر هنخش نحط 10 روبل ونشوف الموقع، وبكرة نعمل لكم اثبات سحب منه ان شاء الله. برضو هنحط هنا 10 روبل، دي خطة ب10 روبل بتديك 70%، ودي ب500 روبل بتديك 90%، ودي ب1000 روبل بتديك 120%، ودي على 100 وده على 100. هندوس دي توجيه، تم الايداع كده بنجاح. كده احنا شغالين على الخطة الاولانية اللي هي استرداد الدخل الشهري 10 روبل و50 سنت. مش عارف ايه 10 روبل و50 سنت، 70% في الشهر. عامة ان شاء الله اول ما نوصل لحد الادنى للسحب 1 روبل هنعمل لكم اثبات سحب ونشوف مصداقية الموقع. بكده يكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.